يا مرحبا، يسعد لي أوقاتكم. إن شاء الله تكونوا كلياتكم بخير يا رب. كلمة ندم تعني باللغة التركية بيشمان، بيشمان، بيشمان. فإذا بدي أقول إني ندمت بقول بيشمان أولدوم، بيشمان أولدوم، يعني ندمت. إذا بتقول لشخص إنه رح تندم بتقول له بيشمان أولا جاكسون، بيشمان أولا جاكسون، بيشمان أولا جاكسون، بيشمان أولا جاكسون. سلام عليكم.